هذه التشكيلة التي تبدو بالمناسبة هجومية منذ اللحظات الأولى. انطلاق الآن لباتو، كرة ملعوبة للأمام وكرة هدف، أول كرة جول. منذ اللحظات الأولى يبدأ باتو. يشعلها منذ اللحظات الأولى، ولعله أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدربي. الكرة بدأت هكذا والنهاية بهذه الصورة. يتقدم ميلان عن طريق باتو، باتو يسجل أولا ويتقدم بالتالي الكبير ميلان عن طريق ميلان آخرهم حقيقة، ومنهم أيضا سيدورف. ولدينا محاولة من الفلاميني، كرة ملعوبة الآن إلى باتو، البحث ربما عن مفاجأة، وكرة سليمة موجودة، وكرة في المكان السليم. ديربي باتو، ديربي باتو، إنه ديربي باتو وكفى. ديربي ألكسندر باتو، المكان السليم، لا تسلل، الكرة الرأسية، وهدف ثاني، وهدفين نظيفين. يا سلام على خبرة سيدورف، والكرة بعد ذلك إلى باتي ثم إلى بابا عمر، ولكنه يقدم عطاءات مميزة. هذه كرة موجودة، وضربة جزاء، ضربة جزاء تحتسب ثلاثة تكون كبيرة. استقبال جميل، ضربة الجزاء موجودة، نعم موجودة موجودة. إنها لحظات مرعبة تماما اليوم لمعادة. عندنا ضربة جزاء، كسارة تقدم، جول جول.